لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الطريقة سوف اريكم افضل برنامج لتصوير الشاشة. اذا انت تريد ان تعمل فيديو وتصور الشاشة، تريد ان تري الناس تطبيق او كذا، او فسوف اريك لحن برنامج افضل تطبيق لتصوير الشاشة. هذا هو التطبيق ريكوردر. سوف اريك صورة التطبيق، يمكنك ان تنزله من جوجل بلي بكل سهولة. هذه واجهة التطبيق. تضغط على هذه الإعدادات حقه إذا تريد الدقة أو الكذا أو تسجيل الصوت، أو فهو تطبيق رائع. إذا أنت تريد إخفاء هذه النافذة ثم تضغط هنا وتسجل، تضغط هنا بالتسجيل وهكذا. إذا أردت أن تدخل تطبيقات وهو يسجل عاد. أعزائي المشاهدين، إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد.